ما نريد من الوجود الأمريكي في العراق في دعم قواتنا بالتدريب وتطوير كفاءاتها وقدراتها والتعاون الأمني. العراق اليوم جاهزيته كجيش وقوات عسكرية وأمنية قادرة على الدفاع عن نفسها، فنحن ليس في أمس الحاجة اليوم فقط إلى الدعم وتطوير كفاءاتنا وعدم حاجتنا إلى أي قوات قتالية أجنبية على الأراضي العراقية. في نفس الوقت العراق عنده مجموعة من الأسلحة الأمريكية تحتاج إلى الصيانة والتدريب، وسوف نطلب من الطرف الأمريكي الاستمرار بدعم قواتنا وقدراتنا في تطوير كفاءاتنا وقدراتنا. الحكومة تمتلك رؤية خاصة تنظر في المصلحة العراقية، وهذه الجداول ستكون وفق احتياجات العراق. بكل تأكيد الحرب ضد داعش وجهوزية قواتنا حطت أو فرضت جداول خاصة، هذا تعتمد على المفاوضات التي سوف نجريها في واشنطن. زيارتنا لواشنطن هي تكملة لمجموعة مباحثات حصلت في بغداد وواشنطن خلال السنة الماضية لترتيب مستوى العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات، من ضمن التعليم، الثقافة، الصحة والطاقة والوضع الأمني كذلك، العلاقات الأمنية. ما نريد من هذه العلاقات أن تحمي العراق وتحمي علاقاتنا المشتركة وتنظيمها. العراق محتاج ينفتح على العالم ويحتاج أن يبعث رسالة طمأنينة لكل المستثمرين للمجيء للعراق. ظروف العراق ليس ظروف أفغانستان من ناحية الجغرافية، السكانية، الاجتماعية، وحتى في البنى الاجتماعية القبلية تختلف. ظروف العراق اليوم جاهزية قواته قادرة على الدفاع عن نفسها، قادرة على محاربة هذه الجماعة الإرهابية، وكذلك وجود الدعم الشعبي والدعم الدولي لقواتنا أصبحت جاهزة. لكن ظروف العراق اليوم تختلف عن ظروف 2014. نعم هناك خلايا نائمة يتم معالجتها يوميا عن طريق أجهزتنا البطلة. بكل تأكيد العراق لا يشبه أفغانستان. من مصلحة العراق أن يكون هناك تقارب بوجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هذا سوف يساهم على استقرار المنطقة والعمل على التهدئة في المنطقة. نشجع ندعم كل الدول التي تساهم في دعم هذه المفاوضات. مؤتمر فيينا إن شاء الله يستمر في حواره، الحوار هو الحل لحل كل مشاكل الدول. شكرا لكم. شكرا.